بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المحاضرة الثانية في مادة التنظيم الدولي حول مفهوم الميثاق التأسيسي للمنظمات الدولية. المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى معاهدة دولية متعددة الأطراف وفقا لشروط وأوضاع معينة اتفقت عليها هذه الدول الأعضاء، والميثاق الأساسي أو الوثيقة المنشئة للمنظمة هي بمثابة نظام أساسي يمكن الرجوع إليه، يحدد الاختصاصات والأهداف وأسلوب عمل هذه المنظمة، وهو بالتالي يكون مرجع أساس في كل ما يتعلق بعمل المنظمة. سيتم تناول الميثاق التأسيسي للمنظمة في نشأة المنظمة وتعديل المنظمة وتفسيرها. أولا، نشأة المنظمة. كيف تنشأ المنظمة؟ تنشأ المنظمة بموجب معاهدة دولية متعددة الأطراف، ويخضع النظام الخاص بإبرامها لنفس الشروط الموضوعية والشكلية لصحة إبرام المعاهدات، باعتبار أن المنظمة هي في الأساس معاهدة تنشأ بين عدد من الدول في موضوع معين. وبداية تأسيس المنظمة يكون عن طريق مؤتمر دولي يضم ممثلي الحكومات في أغلب الأحوال، كما هو الحال كما ذكرنا في المحاضرة السابقة حول المؤتمرات التي سبقت إنشاء هيئة الأمم المتحدة التي قامت بإعداد مشروع ميثاق الأمم المتحدة، مثل مؤتمر دوما بارتون أوكس عام 1944 ومؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 والمؤتمرات العربية التي سبقت إنشاء جامعة الدول العربية، مثل مؤتمر الإسكندرية عام 1944 والمؤتمرات الإقليمية التي سبقت إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، مثل مؤتمر أديس أبابا عام 1963. إذن المنظمة الدولية تنشأ بموجب معاهدة دولية متعددة الأطراف، تخضع هذا النظام الخاص فيما يتعلق بهذه المعاهدة بنفس الشروط الشكلية والموضوعية المتعلقة بإبرام المعاهدة، متعلقة بإبرام المعاهدة. وعادة طبعا تسبق إنشاء المنظمة وجود مؤتمرات تمهيدية الغرض منها الوصول إلى فكرة حقيقية يتم توثيقها واعتمادها حتى تتأسس المنظمة، وهذا ما رأيناه عندما تأسست منظمة الأمم المتحدة وعندما تأسست جامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية والأقليمية التي لم تنشأ بموجب قرار واحد فردي أولي، وإنما جاء ذلك بناء على مؤتمرات، بناء يعني مهدت من خلالها استطاعت الدول إلى تشكيل رؤية موحدة حول إنشاء منظمة معينة تتعلق بهدف معين. كما يضم المؤتمر الدولي ممثلي هيئات خاصة أيضا، كما هو الحال بالنسبة لمشروع ميثاق يعني منظمة العمل الدولية الذي تم إعداده خلال عدة مؤتمرات نقابية تمت في الفترة من 1916 حتى 1918. المنظمة الدولية تتولى إعداد مشروع الميثاق المنشئ لها. مثال ذلك ما خولته المادة 59 من ميثاق الأمم المتحدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من إعداد مشاريع للمواثيق
للوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة كإنشاء المجلس لمجلس المنظمة الصحية الدولية. إذن المنظمة الدولية تقوم بإعداد مشروع الميثاق المنشئ للمنظمة الجديدة، المنشئ المنظمة الجديدة، ويتم توجيه الدعوة إلى المؤتمر الدولي من قبل دولة أو أكثر من الدول المعنية بإنشاء المنظمة، وتتدخل الاعتبارات السياسية والاقتصادية والجغرافية في تحديد الدول التي توجه إليها الدعوة. فإذا كانت المنظمة ذات طبيعة عالمية دعيت جميع الدول ودون التمييز، أما إذا كانت منظمة إقليمية فيدعى لها من يعنيهم تحقيق أهدافها. إذن يتم توجيه الدعوة الأولية فيما يتعلق بالمؤتمر الذي الغرض منه هو بداية تأسيس منظمة، هذا على حسب طبيعة المنظمة. إذا كانت منظمة دولية سوف يتم استدعاء جميع يعني الدول المعنية بإنشاء المنظمة، وإذا كانت دولة يعني منظمة إقليمية بالتالي سوف يتم دعوة الدول الواقعة في الإقليم الراغب في تشكيل منظمة يعني إقليمية. ويسبق المؤتمرات الدولية طبعا، المؤتمر لا يكون أيضا حتى هو مثله مثل المنظمة، لا يكون مرة واحدة، وإنما المؤتمر تسبقه عمليات تمهيدية لتأسيس المؤتمر والوصول إلى انعقاد المؤتمر. يكون ذلك عن طريق اتصالات، يكون ذلك عن طريق لقاءات تمهيدية بين عدد من الدول تتولى إعداد ومناقشة مشروع الاتفاق المنشئ للمنظمة حتى يتم إقراره. إذن المنظمة لا تكون بدايتها إلا عن طريق مؤتمرات تنعقد للوصول إلى بلورة هذه الأفكار، ومن ثم الانشاء هذه المنظمة. بدورها ايضا المؤتمرات لا تكون الا عبر اتصالات بين الدول الراغبة في انشاء هذه المنظمة، وعن طريق لقاءات تمهيدية تتولى اعداد مشروع الاتفاق المنشئ للمنظمة. وهذا المؤتمر ينتهي بانشاء في العادة لجنة مؤقتة، تتولى مهام المنظمة التي يجرى الإعداد لإنشائها كجراء الاتصالات بعد ما يتم انعقاد المؤتمر. المؤتمر يلخص في نهايته إلى تشكيل لجنة مؤقتة الهدف منها هو إجراء الاتصالات مع الدول الأعضاء وغيرها، وحثها على التوقيع والمصادقة على الاتفاق المنشئ للمنظمة. وفي العادة تنتهي مهمة هذه المجموعة بمجرد الحصول على الموافقة النهائية لإنشاء المنظمة، أي تصويت أغلبية الدول على ميثاقها والحصول على العدد اللازم من التصديقات المطلوبة لدخول الميثاق حيز التنفيذ. إذن القاعدة العامة أنه خلافا للمعاهدات الدولية الأخرى لا يجوز التحفظ على بعض أحكام المواثيق المنشأة للمنظمات الدولية ما لم تنص نصوص المعاهد المنشئ المنظمات الدولية على ذلك، لأن أعمال المادة المساواة يعني مسألة التحفظ على المتعارف عليها في المعاهدات غير موجودة في المنظمات، المنظمة باعتبارها كما ذكرنا في المحاضرة السابقة إن هي تتمتع بالاستقلالية عن الدول التي أنشأتها، ومن ثم حتى نضمن أعمال المبدأ المساواة في السيادة بين الدول فإن أعضاء المنظمة يقفون على قدم المساواة في قبول الأثار المترتبة على تأسيس هذه المنظمة. إذن نشأت المنظمة، ذكرنا أنها تنشأ بموجب معاهدة دولية متعددة الأطراف وتخضع لنظام خاص بإبرامها، وذكرنا أن هذه المعاهدة أيضا بدورها تسبقها مؤتمرات تعقد لغرض الوصول إلى فكرة معينة أو بلورة هذه الأفكار في خروجها بهذه المنظمة. وأيضا هذه المعاهدات المؤتمرات تسبقها كما ذكرنا اتصالات ومشاورات ما بين الدول حتى يتصل إلى مثلا فكرة من خلاله يتم عقد هذا المؤتمر الذي بدوره سوف يتحول إلى معاهدة، والمعاهدة تتحول إلى منظمة دولية أو منظمة إقليمية.
تكلمنا بخصوص المنظمات وذكرنا أن هنالك المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية. الدعوة عندما توجه إلى الدولة لغرض انضمامها لهذه الاتفاقية والتي هي المنظمة والتي هي في الأساس معاهدة، والتي ذكرنا هي ما قبل المعاهدة كانت هنالك مؤتمرات، وما قبل المؤتمرات كانت هنالك اتصالات وتشاورات. الدعوة حسب طبيعة هذه المنظمة، حسب طبيعة هذه المنظمة كما ذكرنا، إذا كانت هذه المنظمة دولية، دولية على الرغم أن الاعتبارات السياسية لها دور كبير في الدعوة للمنظمة، في الدعوة الدولية لهذه المنظمة، الاعتبارات الاقتصادية لها دور، مثلا الدول المصدرة للنفط، المنظمة الأوبك أو الأوبك أو غيرها من المنظمات الاقتصادية الأخرى، عندما يتم دعوة الدول إلى مثل هذه المنظمات ينظر إلى الطابع الاقتصادي، النظر الاقتصادي لهذه الدولة. لا يمكن دعوة دولة غير مصدرة للنفط إلى منظمة تهتم بالنفط، وهكذا يمكن القياس على ذلك. إذن الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية حتى لها دور أساس في الدعوة إلى الانضمام، انضمام الدولة لهذه المنظمة. أيضا بغض النظر عن هذه الاعتبارات، عن هذه الاعتبارات، فإن مفهوم هذه المنظمة إذا كانت ذات طابع دولي فبالتأكيد سوف تدعو إليها مثلا كل الدول المهتمة بذلك. إذا كانت ذات طابع إقليمي سوف يكون اختصاصها ونطاقها ضيق بالمقارنة إلى الدولية في المنظمات الدولية، لأنها منظمة إقليمية عندها نطاق جغرافي معين، نطاق جغرافي معين لا يمكن الخروج عليه. هي منظمة إقليمية يدعى لها من يعنيهم في داخل هذا الإقليم، منظمة مثل جامعة الدول العربية منظمة إقليمية ينضم إليه الدول العربية، الاتحاد الأفريقي منظمة إقليمية تنضم إليها الدول الإفريقية، الاتحاد الأوروبي منظمة إقليمية ينضم إليها الدول الأوروبية، وهكذا يقاس على ذلك. بالتالي هذه المنظمات تنضم إليها الدولة حسب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما إذا كانت، وما إذا كانت هذه المنظمة دولية أو كانت إقليمية يتم الدعوة وفق هذه المناظير، المنظور الاقتصادي، المنظور السياسي، المنظور الاجتماعي، المنظور الدولي، المنظور الإقليمي للمنظمة. لا يمكن دعوة أي دولة إلى منظمة ما إلا بعد أن نتأكد طبيعة هذه المنظمة، هل تتماشى مع الدولة أن تنضم إلى هذه المنظمة أم لا. لا يمكن دعوة منظمة دولة الانضمام إلى جامعة الدول العربية وهي تقع في قارة أخرى، أو تقع ليست بعربية، أو دعوة إلى دولة أخرى الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي وهي خارج قارة أفريقيا، هذه الإقليمية، وهكذا على النطاق السياسي، وهكذا على النطاق الاقتصادي، وهكذا على النطاق الاجتماعي. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد السياسية والإقليمية كلها ينظر إليها في دعوة الدول للانضمام إلى المنظمات الدولية، سواء كانت دولية منظمات، سواء كانت دولية أو كانت إقليمية. وتتكون المعاهدة التي تنشأ من خلالها المنظمة من ديباجة، والديباجة وهي مقدمة المعاهدة، تكون في المعاهدات مقدمة وتكون أيضا في الدساتير، يعني تسمى الديباجة. هذه الديباجة
تحدد الأسباب التي دعت هذه الدول إلى إنشاء هذه المنظمة. إذن الديباجة هي مقدمة تكون في بداية المعاهدة، المعاهدة التي من خلالها تم إنشاء المنظمة. الديباجة تتكون من أحكام عامة تتضمن ماذا؟ تتضمن أهداف هذه المنظمة، المبادئ التي تقوم عليها هذه المنظمة، شروط الانتساب والعضوية لهذه المنظمة، الشخصية القانونية لهذه المنظمة، الأجهزة التي تتكون منهم هذه المنظمة، فروع هذه المنظمة، وغير ذلك من الأحكام التي تشملها هذه المعاهدة. إذن المعاهدة، معاهدة إنشاء المنظمة، تتكون من ديباجة. الديباجة هي مقدمة تكون في بداية المعاهدة. ديباجة تسمى ديباجة. مكونات هذه الديباجة هي أهداف تذكر فيها أهداف المنظمة التي أنشئت من أجلها، المبادئ القائمة عليها، شروط العضوية والشخصية القانونية المنظمة، والأجهزة التي تتكون من هذه المنظمة، والفروع، وغير ذلك من الأحكام، كما تشمل المعاهد أيضا ملاحق بحسب الأحوال إن وجدت. ولكن هنالك ملاحظة غاية في الأهمية: حتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول، يجب أن يتم تبادل التصديقات بين الدول الموقع عليها. طبعا هذه التصديقات على هذه المعاهدة، وهذه المعاهدة التي بدورها أنشت هذه المنظمة، التصديقات يحكمها ماذا؟ تحكمها الأحكام الدستورية الداخلية الخاصة بكل دولة عضو في هذه المنظمة، إلا إذا كان المعاهدة أعفت الدول من قاعدة التصديق على الوثيقة، يعني تكتفي بالتصديق نسبة معينة من الدول وتنتهي، كما ما جاء في نص المادة 110 من ميثاق الأمم المتحدة. إذن حتى تصبح هذه الاتفاقية سارية، يجب القاعدة أن يجب أن يتم التصديق عليها من بين الدول الموقعة على هذه، وفقا للقواعد. الدستور في كل دولة يحدد آلية التصديق على المعاهدات والانضمام إلى المنظمات الدولية. وتنص المعاهدات الدولية على إيداع تصديقات الأعضاء لدى دولة معينة، يتفقون فيما بينهم في هذه المعاهدة التي أنشأت هذه المنظمة إن تصديقات الانضمام والموافقة على الانضمام لهذه المنظمة تكون في دولة معينة أو تكون عند سكرتير منظمة دولية. والغرض من هذه الإجراءات هو كلها تسهيل إحاطة الأعضاء بتمام التصديقات التي نصت على إيداع تصديقات الأعضاء. وتنص الكثير من المواثيق المنشأة للمنظمات الدولية صراحة على ضرورة تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. يعني دائما المواثيق المنشأة للمنظمات الدولية تنص على أن بعد ما يتم هذه التصديقات يتم تسجيل هذه المعاهدة التي أنشأت هذه المنظمة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. مثال يعني ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية مادة 22، وميثاق منظمة الصحة العالمية مادة 81، وميثاق منظمة الدول الأمريكية مادة 146، كما نصت المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على ذلك صراحة بقولها: كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع وقت. أي اتفاق، أي معاهدة دولية يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة يجب تسجيله في أمانة الهيئة ونشر هذا الميثاق، ونشر هذا الميثاق ليطلع عليه الجميع. ثانيا، ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى التي ذكرناها من هذه المادة
أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة. والهدف من تسجيل هذه المواثيق الدولية لدى الأمم المتحدة هو عدم تشجيع المعاهدات التي تتم بسرية، ويتولى المودع لديه الميثاق القيام بعملية التسجيل هو الأمين العام للأمم المتحدة في المثالين السابقين. إذن الهدف من عندما يتم عقد اتفاقية معاهدة الغرض منها إقامة منظمة، يجب أشارت يعني الميثاق الأمم المتحدة على ضرورة تسجيل هذه المعاهدة في الأمانة العامة، الأمانة العامة للأمم المتحدة. والهدف من هذا التسجيل بعد ذلك ثم نشره هو عدم التشجيع على يعني المعاهدات السرية والدبلوماسية السرية التي تكون بين أعضاء الأمم المتحدة. نأتي إلى جزئية أخرى غاية في الأهمية متمثلة في تساؤل يطرح: هل يجوز تعديل المعاهدة المنشأة للمنظمة الدولية؟ هذا سؤال. في الواقع القواعد المقررة في القانون الدولي أجازت إعادة النظر في المعاهدات في أي وقت بناء على طلب أي عضو. أغلب يعني هذه بالنسبة للقاعدة الأساس في القانون الدولي أجازت وأباحت إعادة النظر في المعاهدات في أي وقت إذا ما رأى عضو من أعضاء هذه المنظمة وفقا مبررات معينة رغبته في تقديم هذا الطلب لغرض تعديل هذه المعاهدة، حيث تقتضي العلاقات الدولية وما يطر عليها من تطور إلى مسايرة هذه الظروف. أحيانا عندما تم إبرام هذه الاتفاقية أو المعاهدة التي أسست هذه المنظمة كانت وفق ظروف معينة، ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، ولكن تغيرت الأحوال بعد فترة. الأمر الذي يتطلب أن الأساس الذي بنيت عليه هذه المعاهدة قد تغير، وبالتالي يتطلب تغير النصوص المنشأة لهذه المنظمة حيث تشمل الحاجات الجديدة للجماعة الدولية، وأن تكون هذه المعاهدة تتلائم مع هذه الظروف الجديدة ومع هذه الظروف الجديدة التي أثرت بالتأكيد على ظروف الدول الأعضاء بالمنظمة ومصلحتهم الجماعية. إذن القاعدة أن قواعد القانون الدولي أجازت إعادة النظر في المعاهدات المنشأة للمنظمات الدولية في أي وقت بناء على طلب أحد الأعضاء. لذلك فإن نصوص بعض المعاهدات المنشأة للمنظمات الدولية طبعا قررت إمكانية تعديل مواثيقها إذا ما توفرت شروط معينة ولكن وفق نصاب مطلوب لحصول هذا التعديل. إذا القاعدة أن قواعد القانون الدولي أجازت إعادة النظر في المعاهدات، وهذا امتثالا إلى تغيير الأحوال، من الأحوال التي على ضوها تم إنشاء هذه المنظمة قد تغيرت. العلاقات الدولية في تغير مستمر، ما دام هنالك تغير في الأحوال وتغير في الظروف الأمر يتطلب تغير في النصوص، نصوص المعاهدة. فمنظمة الأمم المتحدة للأغذية مثلا أجازت تعديل ميثاقها دون الحاجة إلى إيداع التصديقات، هذه المادة 19 منها. جامعة الدول العربية أيضا
منظمة أجازت تعديل الميثاق، ولكن اشترطت أن يكون ذلك بموافقة ثلثي دول الجامعة، على أن يبت في دور الانعقاد التالي للدور الذي قدم للدور الذي قدم فيه الطلب. هذه المادة 16. هذه منظمات نذكر فيها أجازت المعاهدات التي أسستها ومواثيقها، أجازت التعديل لتغير الأحوال، لتغير منظور العلاقات الدولية. العلاقات الدولية كما ذكرنا في تغير مستمر، والظروف التي أنشت من خلال هذه المنظمة لم تعد هي نفس الظروف الحالية. إذا الأمر يتطلب تغير النصوص. وها على سبيل المثال ذكرنا بين هذه المنظمات التي أجازت المعاهدات التي أسستها وأنشأتها تعديل هذه القواعد. كما أن ميثاق الأمم اشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة وتصديق ثلثي أعضاء الأمم المتحدة، من بينهم طبعا مجلس أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وفقا للأوضاع الدستورية في كل دولة. هذا ما نصت عليه المادة 108 من ميثاق الأمم المتحدة. بعض المنظمات تشترط في المعاهدات التي أنشأتها إجماع الأعضاء لإمكان إجراء التعديل. يعني احنا ذكرنا في الأول أن هنالك منظمات تشترط ثلثي الأعضاء، لكن منظمات أخرى شددت في مسألة التعديل وذكرت بأن لا يمكن إجراء التعديل إلا بإجماع الأعضاء. مثلا حلف شمال الأطلسي اشترط هذا الشرط، كما قد تشترط بعض المعاهدات عدم إمكانية تعديل المعاهدة المنشأة المنظمة خلال فترة معينة. تقول مثلا النصوص المعاهدة المنشأة لهذه المنظمة لا يمكن إجراء أي تعديل في نصوص هذه المعاهدة إلا بعد 10 سنوات مثلا أو 20 سنة. الغرض من إصباغ هذا النوع من الشرط وهو إلزامية عدم التعديل إلا بعد فوات فترة معينة هو ضمان استقرار هذه المنظمة حتى لا تدخل في مسائل التغيير والتعديل المستمر، الأمر الذي يربك عمل هذه المنظمة. ومن ثم ينص في أحد مواد هذه المعاهدة التي أنشأت بأنه لا يجوز مثلا تعديل نصوص المنظمة إلا بعد فوات ترعينة، وكما ذكرنا ذلك لضمان الاستقرار. وهذا موجود حتى على مستوى الدستوري، المستوى الدستوري بعض الدساتير تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بعد فوات 5 سنوات 10 سنوات إلى غير ذلك. الهدف من إصباغ هذا النوع من أو إلزام هذا النوع هو إصباغ الاستقرار لهذه المنظمة أو لهذه الدساتير كما أعطينا في المثال. مثال ذلك اشتراك معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، مادة 95، عدم جواز التعديل خلال فترة انتقال حددتها من 9/2/1957 وحتى 9/2/1958. اشترطت هذه المعاهدة، اشترطت عدم جواز التعديل إلا بعد مرور سنة، إذن شاهد القول، التساؤل الذي يطرح هو هل يجوز تعديل الميثاق التأسيسي للمنظمات الدولية
وفق القواعد العامة للقانون الدولي لا يوجد ما يمنع من إجراء تعديل على المعاهدات التي أنشأت من خلال هذه المنظمات، وبذلك بناء على طلب يقدمه أحد أعضاء هذه المنظمة، نظرا واقتناعا لحدوث تغيرات في العلاقات الدولية. وهذه التغييرات في العلاقات الدولية هي ليست بتلك الظروف التي أنشئت فيها المنظمة، ما دامت هنالك ظروف قد تغيرت والأحوال تبدلت، الأمر يتطلب تغيير في النصوص المعاهدة التي أنشأت هذه المنظمة بما يتواكب مع حجم هذه التغييرات الجديدة، بما يتواكب مع حجم هذه التغييرات الجديدة. وذكرنا أن مسألة تعديل الاتفاق ملزم بنصاب قانوني معين تحدده هذه المعاهدة التي أنشأت هذه المنظمة. هنالك بعض المنظمات تشترط ثلثي الأعضاء، وهنالك بعض المنظمات شددت واشترطت الإجماع، وهنالك بعض المنظمات أجازت التعديل ولكن بعد فوات فترة معينة، بعد فوات فترة معينة من تأسيس هذه المنظمة. الهدف من عدم جواز تعديل الاتفاق خلال فترة معينة هو نظرة نحو ضمان استقرار هذه المعاهدة، نحو ضمان استقرار هذه المعاهدة التي أنشأت هذه المنظمة. يطرح موضوع تعديل المعاهدة المنشئة للمنظمة تساؤل، وهو ماذا لو لم توافق دولة معينة على هذا التعديل؟ موضوع التعديل يطرح إشكاليات عديدة فيما يتعلق مثلا المنظمات التي تشترط ثلثي الدول الأعضاء. ماذا لو كانت هنالك احدى الدول المنضمة لهذه المنظمة لم تقتنع بهذا التعديل؟ كيف يمكن الخروج من هذا الاشكال بحل؟ تقرر بعض المواثيق حق الدول التي لا توافق على إجراء تعديل معين رفضته، من حقها الانسحاب، انسحاب من المنظمة وعدم تنفيذه. تقول هذه الدولة أنا غير مقتنعة بتنفيذ هذا التعديل ولا يمكن تطبيقه، لا يمكن تطبيقه. هل يتم إجبار هذه الدولة؟ تقول إن عندما تمت الموافقة والانضمام لهذه المنظمة كانت توفق شروط معينة، كانت توفق ظروف معينة، وجود قناعة معينة، وهذه القناعة لازالت معتقدة هذه الدولة يجب تطبيقها، ودول أخرى رأت بأنه ضرورة أن يعدل الميثاق المنشئ لهذه المنظمة وتم تعديله وفق النصاب المحدد في هذه الاتفاقية. الدولة التي لم توافق سمحت بعض المنظمات بالدولة التي لم توافق على هذا التعديل حرية الانسحاب من المنظمة، لا يمكن إجبارها على تعديل هي غير مقتنعة به. مثلا المادة 19 من جامعة الدول العربية كما تقرر بعضها سحب العضوية من الدول التي لم توافق على التعديل، سحب العضوية، انت لم توافق تسحب منك العضوية. المادة 94 من معاهدة شيكاغو عام 1944 الخاصة بإنشاء منظمة الطيران المدنية الدولية، هذه المعاهدة ذكرت في نص المادة
94 إني أيد إن أي دولة لم توافق على التعديل الذي جرى على هذه المعاهدة التي أنشأت هذه المنظمة تسحب منها العضوية، تسحب منها العضوية. في الأول إن دول لا توافق على تعديل معين تقول أنا سأنسحب، أنا غير مقتنع بهذا التعديل، غير مقتنع بهذا التعديل ولم أوافق عليه، وأرى أنه لم تتغير الظروف ولا توجد حاجة إلى هذا التعديل، ومن ثم أنا سأنسحب من عضوية هذه المنظمة. معاهدة تجازت، أعطت الحرية للدول التي لم توافق على هذا التعديل حرية الانسحاب. لكن هنالك منظمات إذا عندما يصل التعديل إلى نصاب القانون المطلوب، أي دولة لم توافق على هذا التعديل تسحب منها العضوية، تسحب منها العضوية على طول، كما ذكرنا في معاهدة شيكاغو عام 1944 الخاصة بإنشاء منظمة منظمة الطيران الدولية. إجراءات تعديل المعاهدة المنشأة للمنظمة تمر بمرحلتين، تمر بمرحلتين. الأولى مرحلة إقرار التعديل، أن يعني تتقدم دولة بطلب تعديل معاهدة المنشأة للمنظمة. أولا يتم إقرار هذا التعديل من جانب التشريعي. والمرحلة الثانية، المرحلة الثانية هو مرحلة التصديق من قبل أعضاء المنظمة على هذا التعديل. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة إقرار التعديل من جانب التشريعي للمنظمة أو المؤتمر، والمرحلة الثانية هي مرحلة التصديق على هذه التعديلات التي أبرمتها أو قامت بإجراءها بناء على تقدم به عضو من أعضاء المنظمة. نأتي إلى الجزئية الثالثة المتعلقة بتفسير المعاهدة المنشأة للمنظمة الدولية. طبعا ذكرنا احنا ان المعاهدة المنشأة للمنظمة الدولية هي القانون الاساسي الذي يحكم ويحدد اهداف ومبادئ ونطاق التطبيق للنصوص الواردة فيه. وتفسير المعاهدة القصد منه إعطاء نص من نصوص المعاهدة المعنى القانوني الحقيقي له في حالة الغموض. يعني هنالك بعض النصوص القانونية الواردة في المعاهدة التي أنشأت من خلال هذه المنظمة تكون غامضة، أو يوجد بها بعض القصور. هذا الغموض وهذا القصور طبعا يرجع بسبب الصياغة التحرير المعاهدة، سواء كانت بتعدد اللغات، وطبعا في كل الأحوال هي لها قوة رسمية واحدة. إذن لما كانت المعاهدة المنشأة للمنظمة الدولية هي القانون الأساسي الذي يحكمها ويحدد أهدافها ومبادئها، حدد أهدافهم بها، فإن التفسير المعاهدة قصد به إعطاء نص من نصوص المعاهدة المعنى القانوني الحقيقي في حالة ما إذا وجد غموض، وجد قصور في نصوص المعاهدة الدولية التي أنشأت المنظمة الدولية. والتفسير النص، تفسير النص القانوني للمعاهدة
مش ليس القصد منه هو الكشف عن مقاصد ونوايا أطراف المعاهدة، لأن الأمر صعب. يعني كيف نوصل إلى نوايا ومقاصد هذه الأطراف وإلى تفسير واحد للنص الغامض؟ ولتعذر التقاء مجموعة الدول الأعضاء حول تفسير موحد، هناك من عرف التفسير على أنه، وهو الفقيه كيلسون، على أنه ليس الكشف عن المعنى الحقيقي للنص القانوني الذي يتم تفسيره، وإنما إضفاء الالتزام لأحد المعاني التي يمكن أن يفهم بها هذا النص من ناحية منطقية. هناك معاني معينة للنص القانوني احنا يتم اعتماد هذا المعنى، واختيار التفسيرات تحكمه اعتبارات سياسية. لذلك فليس المعنى المنطقي او الحقيقي هو الذي يفضل، وانما الذي يتفق مع الاعتبارات السياسية. هذا حسب وجهة نظر كيلسون. وتفسير الميثاق، ميثاق المنظمة الدولية، يخضع لقواعد عامة في القانون الدولي تنادي بإعطاء تفسير موسع لمواثيق المنظمات الدولية. وهذا اتجاه ظهر في عدد من الآراء الاستشارية التي اصدرتها محكمة العدل الدولية بعد قيام الأمم المتحدة. ونجد أن دساتير المنظمات الدولية تنص على حل المنازعات التي تنشأ أثناء تطبيق المعاهدة، لأنها حيحدث نزاع بين الدول حول تفسير نص قانوني معين. كل واحد من أعضاء هذه المنظمة يفسره حسب مصلحته، وبالتالي يحدث هنالك نزاع. هذا النزاع يتطلب إلى وجود تدخل حول الفصل فيه، ومن ثم هنالك منظمات الدولية ذكرت في دساتيرها، مقصود هو معاهدات التي أنشئت لهذه المنظمة، ذكرت باتباع إجراءات معينة حيال هذه المنازعة، لأنه إذا لم يوجد حل يتم من خلاله فصل هذه المنازعة بأي طرق من الطرق التي تعتمد هذه المعاهدة، هذا سوف يشكل خطر على مدى استمرار هذه المعاهدة، وباعتبارها تضم عدد من الدول. إذا كانت كل دولة ترى التفسير المعين لنص مادة وكل دولة تتمسك بهذا التفسير، هذا مؤشر، يعطينا مؤشر على أن هذه المنظمة في خطر. هذه المنظمة في خطر إذا كانت كل دولة ترى تفسير نص معين غامض ويوجد به القصور يتماشى مع أفكارها، مع إيديولوجيتها، مع توجهها إلى غير ذلك. ومن ثم هذه المنظمات، يعني منظمات كثيرة، ذكرت في دساتيرها، في معاهداتها التي أنشأت لها، هذه أنشأت من خلال هذه المنظمة، إن في حالة ما إذا حدث نزاع بين أو اختلاف بين دولتين أو أكثر حول تفسير نص قانوني، هذا النص القانوني غامض يوجد فيه بعض القصور، اقترحت اتخاذ إجراءات وتدبير معينة، تدبير معينة الغرض منها الوصول لحل ينهي هذا النزاع وهذا الإشكال. ما هي هذه الحلول التي اقترحتها هذه المنظمات من خلال معاهداتها التي أسستها لحل هذا الإشكال الذي ربما يقع؟ يعني هنالك منظمات دولية تتكون من دول بلغات مختلفة، وعند ترجمة نصوص قانونية معينة لهذه المعاهدة يحدث هنالك اختلاف، الأمر الذي يحدث من خلاله نزاع بين الدول، كل واحدة منها تتمسك بلغتها،
تتمسك بالمصطلحات المتماشية مع لغتها. الأمر يحتاج إلى تفسير، الأمر يحتاج إلى وجود حل، وابقاء الحال على ما هو عليه مؤشر غير جيد، ينبئ بأن هنالك ربما تفكك سوف يحدث لهذه المنظمة. وبالتالي تنبأت عدد من المعاهدات التي أنشئت من خلال هذه المنظمات إلى أنه على ضرورة ما إذا حدث إشكال أو نزاع بين دول حول تفسير نص قانوني معين، فإنه يتطلب الأمر تدخل باتخاذ إجراءات معينة نصت عليه هذه المعاهدة. أهم هذه الحلول هو اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات الخاصة بتفسير نصوص المعاهدة المنشأة. مثلا نص المادة 23 من دستور اتحاد البريد العالمي نص على أنه في حالة ما إذا حدث نزاع بين دولتين إشكالي في مسألة التفسير، في مسألة التفسير كل واحدة منها تتمسك بتفسير النص وفق نمط معين، وفق توجه معين، كيف ما هو الحل في هذه الحالة؟ المادة 8 المادة 23 من دستور اتحاد البريد العالمي ذكرت بأنه في حالة ما إذا وجد خلاف ما بين هذه الدول المنضمة لهذا الاتحاد حول تفسير نص قانوني معين يتم اللجوء إلى التحكيم. التحكيم يتفق دولتان على اختيار شخص منظمة إلى غير ذلك يرون أنه يتمتع من النزاهة ومن الحيادية ومن المصداقية ومن الجدية، ويطلب فيما بينهم أن يكون حكما حول تفسير هذا النص، ويتعهد باحترام القرار التحكيمي، احترام القرار التحكيمي الذي سيصدر من هذا المحكم سواء كان فرد أو مؤسسي، حر أو مؤسسي. هذا حل من الحلول لجأت إليه أحد المنظمات الدولية وهو اتحاد البريد العالمي. اتحاد البريد العالمي يتكون من دول عديدة بلغات مختلفة، وتنبأت بوجود ربما يحدث خلاف حول هذه الدول حول تفسير نص قانوني معين، الأمر الذي يتطلب وجود حل، فرأت الحل في التحكيم. كذلك دستور المنظمة العالمية للإرصاد الجوية الذي ينص على حالة كل مسألة أو نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى محكم مستقل يعينه رئيس محكمة العدل الدولية إذا لم يتم تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة مؤتمر ولم يتفق الأطراف على وسيلة أخرى لحل النزاع. هذه منظمة أخرى رأت بأن الحل يكمن في التحكيم، اختيار محكم يفصل في النزاع، نزاع تفسيري لنص قانوني في هذه المنظمة. إذن أول طريقة يمكن اللجوء إليها وهو حل اعتمدته بعض الدول هو التحكيم، هو التحكيم. كل دولة تتمسك بالتفسير معين لنص قانوني معين في هذه المنظمة وحدث النزاع وكل واحد منهم يرى أنه على صواب، ما الحل؟ ما الحل؟ منظمات معينة لم يغيب عنها حدوث مثل هذا الإشكال فرأت في التحكيم حلا واعتمدته وسيلة. هنالك منظمات كما يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع المتعلق بالتفسير، أحيانا الأمر يتطلب اللجوء للمحكمة، محكمة العدل الدولية.
المادة 75 من ميثاق الصحة العالمية، والمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أنه لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاؤه في أي مسألة قانونية، ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت، أن تتطلب أيضا من محكمة إفتاؤها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها. هذا الحل الثاني. كما يمكن اللجوء إلى التحكيم وإلى محكمة العدل الدولية أيضا، طريقتين. المادة 14 من ميثاق اليونسكو الذي ينص على إحالة كل نزاع بشأن تفسيره إلى محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيمية للبت فيه حسب ما يقرره المؤتمر. أعطت الخيارين، اعتمدت الخيارين هذه المنظمة. يعني هنالك منظمات اعتمدت خيار تحكيم، هنالك منظمات اعتمدت خيار اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهنالك منظمات اعتمدت الخيارين كما هو في ميثاق اليونسكو. وقد تعطي بعض المعاهدات لفروع المنظمة أو أجهزة السلطة حل النزاع دون اللجوء إلى جهة أخرى خارجية. يعني بعض المنظمات عندها فروع أجهزة متخصصة في مسألة التفسير، يعني تقول ليش احنا نلجأ إلى التحكيم، ليش احنا نلجأ إلى محكمة العدل الدولية، لماذا يكون حل هذا النزاع حول التفسير داخل المنظمة. وقد جرت أحكام القضاء الدولي على تطبيق القواعد الخاصة بتفسير المعاهدات على تفسير مواثيق المنظمات الدولية. ومن بين هذه القواعد مثلا التي اعتمدت أثناء التفسير، على سبيل المثال تفسير الألفاظ بمعناه العادي الواضح باعتبارها كل منها كل متكامل على ضوء النص كله وليس بأخذ معنى كل لفظ، استبعاد التفسير اللفظي الذي تتمخض عنه نتائج غير منطقية، لأنه يفترض أن اختيار الدول للألفاظ معين أنه يتم بقصد يعني ترتيب النتائج منطقية، فإذا أدى تفسير بعض الألفاظ إلى غير ذلك يجب تجاهل هذا النص الغامض. الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لمعرفة النية الحقيقية لطرف المعاهدة، وهو ما جرت عليه محكمة العدل الدولية لإزالة الغموض حيال نص معين. أنت أحيانا ترجع إلى الأعمال التحضيرية التي أدت لنشوء برام هذه المعاهدة، من خلال هذه الأعمال التحضيرية تعرف حقيقة ما كان يجري أثناء النقاش حول كل نص من نصوص المعاهدة. الأعمال التحضيرية يعني أحد الوسائل التي يمكن اللجوء إليها في مسألة تفسير النصوص القانونية الغامضة والنصوص القانونية التي يوجد بها قصور والتي أدت إلى نزاع ما بين دول المنظمة. التفسير على ضوء ما يجري عليه العمل في تطبيق المعاهدة، لأن تواتر العمل بطريقة معينة يعبر على أن الإرادة الحقيقية للدول الأعضاء، ويعبر أيضا ويعد بمثابة تفسير رسمي عندما يتم أصبح كأنه عرف. يقولك هذا الموضوع تطبقه المنظمة منذ فترة معينة، تداول عليه العمل، ليس بجديد هذا العمل، هذا تداول عليه بفترة معينة طويلة ومن ثم استقر. لماذا يأتي الآن وكأنه أصبح غامض وكأنه أصبح به قصور وقد جرى العمل عليه لفترات معينة؟ أيضا مبدأ أعمال النص، أي أنه في حالة تعدد التفسيرات التي يحتملها النص الغامض فإنه يفضل التفسير الذي يعطى معنى يؤدي إلى أعماله وتطبيقه، أي لا يجوز قبول تفسير يجعل النص بدون معنى
أو يجعله بدون فعالية، يجب اعتماد التفسير الذي يؤدي إلى إعمال هذا النص ويجعله قابل للتطبيق. نقطة أخرى أو قاعدة أخرى، الرجوع إلى لغة الأعمال التحضيرية عند تفسير المواثيق المكتوبة بعدة لغات. ما هي اللغة التي اعتمدت في الأعمال التحضيرية؟ اللغة التي اعتمدت في الأعمال التحضيرية هي التي يمكن اللجوء إليها في تفسير النصوص القانونية للمعاهدة المنشأة المنظمة، ويتم العمل بناء على هذه اللغة. تفسير مواثيق المنظمات الدولية وفقا لنظرية الاختصاصات الضمنية، ويقصد بها إعطاء المنظمات الدولية اختصاصات لم تنص عليها المواثيق المنشأة المنظمات الدولية صراحة، وإنما تستخلص ضمنا من نصوص المعاهدة المنشأة وتفسير نصوصها تفسيرا واسعا كل على أساس الافتراض وليس على بناء ما قررته هذه المنظمة من نصوص صريحة. ومن أهم تطبيقات هذه النظرية ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بتعويض الأضرار التي أصابت الأمم المتحدة نتيجة لاغتيال الكيان الصهيوني للكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في فلسطين عام 1948، بعدما لاحظت أن قواعد الحماية الدبلوماسية من الدولة لمواطنيها قاصرة على حماية الدولة للمواطنين، الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة، كما أن الأمر يتعلق بوضع جديد لم يتعرض له مؤسسو الميثاق، مما يستوجب اللجوء إلى روح الميثاق وليس إلى النصوص الصريحة. يتم الآن اللجوء إلى روح الميثاق. هذه هي أغلب القواعد التي يمكن اللجوء إليها في مسألة تفسير النصوص التي تشكل غموضا في وتشكل وتؤدي إلى حدوث نزاع بين أعضاء دول معينة. وبالتالي نقول إن الإجراءات التي تم اعتمادها في منظمات مختلفة لمسألة حل النزاع حول التفسير يا أما اللجوء إلى التحكيم يا أما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهنالك بعض المنظمات قد لجأت إلى هذين الخيارين، وهنالك بعض المنظمات اعتمدت على آلية داخلية لمسألة تفسير النصوص الواردة في المعاهدة الدولية التي شكلت اختلافا ما بين أعضاء هذه المنظمة، ورأت بأنه لا يمكن اللجوء إلى جهات خارجية ويجب أن يحل الموضوع داخليا.